نادي الزمالك أعلن في بيان رسمي عدم خوض لقاء القمة أمام الأهلي. في بيان نصه تؤكد إدارة نادي الزمالك أنها تعلم جيدا أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، وتعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا، نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم. تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات القروية الشريفة في دورينا الذي نجله ونحترمه ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر. وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا، فعذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، شكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف. معنا الأستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. النور استاذ، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينا. يعني من هو المتسبب في عدم تكافؤ الفرص اللي دعا نادي الزمالك للاعتذار عن مباراة مهمة ولقاء قمة تنتظر الجماهير العربية كلها كل سنة؟ يعني صحيح، يعني بداية القصة باختصار أو بداية الأزمة، بعد مباراة نادي الزمالك أمام النادي المصري قبل جولتين من الدوري الممتاز اللي الزمالك خسر فيها بهدفين لهدف، الزمالك ارتأى مجلس إدارته إن في أخطاء تحكيمية تضرر منها الفريق. فيعني ضمن البيان الغاضب اللي أصدره عقب المباراة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين نبيل، تضمن عدة أمور، منها ضرورة أو مطالب، أربع مطالب رئيسية: تحقيق مع طاقم التحكيم اللي أدار المباراة، وأيضا إعلان نتائج التحقيق وإرسالها لنادي الزمالك، وعدم خوض الفريق لمباريات في الدور الثاني من الدوري إلا بعد استكمال جميع الفرق المتنافسة مباريات الدور الأول من البطولة. مشكلة الدوري المصري هذا العام المشاركة الأفريقية للأندية وبالأخص الأهلي والزمالك اللذان وصل عليه إن المباراة النهائية في دوري الأبطال والكونفدرالية، وفاز الاثنين بلقبين البطولتين الأفريقيتين، فأصبح عندنا عدد كبير من المباريات المؤجلة. لجنة المتابعات لم يكن أمامها سوى يعني وضع مباريات المباريات المؤجلة من الدور الأول فيما بين مباريات الدور الثاني، يعني الفريق ممكن يلعب مباراة الدور الثاني. اللي تم تنفيذه من المطالب دي؟ يعني حتى هذه اللحظة وأنا بكلم حضرتك لم يتم تنفيذ أي قرار بشكل فعلي. يمكن كان في جلسة صباح اليوم ما بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والكابتن حسين لبيب وبحضور نائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ومحاولة لاحتواء الموقف، تم عرض بعض القرارات اللي يمكن اتخاذها، منها إقالة لجنة المسابقات، منها تحويل العميد سارة سولم عضو رابطة الأندية للجنة الانضباط بسبب تصريحاته اللي يعني قلل فيها من شأن نادي الزمالك وقال إن هو مش منافس السنة دي ومش من حقه يتكلم عن الدوري. فبالتالي كل هذه الطلبات بعد ما يعني كان في بادرة أمل لانفراجة فيما يخص لازمة مباراة القمة، والنادي لغاية عصر اليوم كان مرشح ان هو يخوض المباراة غدا امام الاهلي، وتم ابلاغ اللاعبين بالدخول في المعسكر. ايه المبرر بقى انه البيان فيه جملة ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر؟ هو ده يا فندم بيفسر طبعا يعني الجهود اللي تمت والمحاولات والاتصالات طول الفتره اللي فاتت سواء مع المسؤولين في رابطه الانديه او اتحاد الكوره او جهات اخرى زي وزاره الشباب والرياضه، كل الجهات دي حاولت ان هي تنهي الازمه، ولكن بعد ان يعني انتهى اجتماع الوزير مع الكابتن حسين لبيب، الكابتن حسين لبيب رئيس النادي اجتمع باعضاء مجلس ادارته ليعرض عليهم فكره خوض مباراه القمه، لكنه فوجئ برفض تام من اعضاء مجلس الاداره. طيب خليني اسالك سؤال اهم، ماذا تتوقع حدوثه من هذا الضغط اللي بيمارسه نادي الزمالك؟ هل هيستمر في هذا الامر اذا لم تتحقق المطالب؟ هل تسارع لجنه الحكام لتحقيق المطالب الخاصه بالحكام وما الى ذلك بقى من بقيه المطالب؟ اعتقد ان يعني احنا بصدد يعني الوصول لحل يرضي جميع الاطراف عقب مباراه القمه، لان دي الوقت برضه ما كانش فيه صالح عقب مباراه القمه. ايه ما مش هتعقد اهي، يعني قصدي ان هو موعدها اللي هو طبعا يعني عدى خلاص موعدها اللي هو غدا، خلاص نبتدي بعد من بعديها اغلق ملف القمه تماما وبنتكلم فيما بعد ذلك، لان نادي الزمالك عنده مباراه ايضا في الدور الثاني اللي هو كان متحفظ على خوض مباريات فيه. لذلك تلاحظ حضرتك في البيان اللي حضرتك استعرضته
هو قال المباراة القادمة ما جابش سيرة أو ما تناولش المباراة التالية هيعمل فيها إيه. يعني أنت شايف إن هو هتتحل حل المشكلة هتتلعب مباراة القمة بعد كده هيبتدوا يشوفوا بقية المشاكل. بالظبط، لأن ده يعني حل هيبقى في مصلحة جميع الأطراف مش في مصلحة أحد أن يظل نادي الزمالك بعيدا عن المشاركة بهذه الطريقة. بشكرك جدا أستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي.